بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله وسائر الأنبياء المرسلين وعلى كل أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وادبا، ربي اتمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. انما الاعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. وحرم التفريق بين أمت وفرع. من هنا يبين المصنف بعض المنهيات من البيع، ما نهي من المبيع. وحرم التفريق فيما سبق بين حرمة الربا بجميع أقسامه، وهنا قال حرم التفريق بين من بين عامة وفرع. لم يميز بنحو بيع، فإذا هذا البيع حرام. ثم قال وبطل فيهما، فيما في هذا التفريق وفيما وفي الربا المذكور قبل هنا يبطل البيع، يعني لا يلزم من حرمة البيع بطلانه، لذلك قال وبطل فيهما. تفريق بين عامة وفرع، لماذا ذكر هذا عامة وفرع؟ لو كان التفريق بين حرة وفرعها هذا سيأتي، لكن لا يتصور هناك البيع. البيع يتصور في العامة وفرعها، لذلك وحرم تفريق بين عامة وفرع. هذا بيان بعض المنهيات من البيع. ذكر المصنف حرمة التفريق بين العامة وفرعها لأن البيع يتصور فيهما، أما في الحرة وفرعها يكون التفريق بسفر أو بغيره، هذا سيبين في الشرح. نعم، هذا نظرا إلى البيع قيد بقوله بين عامة وفرع. وحرم تفريق بين عامة وإن رضيت أو كانت كافرة. ممكن العامة رضيت، لماذا؟ لو كانت راضية أيضا يحرم، لأن هذا التحريم نظرا لحق الولد ليس نظرا لحق الأم. لو كان نظرا لحق الأم لا يحرم لو رضيت، الولد يتضرر لأجل ذلك، الولد شفقة عليه صار حرام. ولو أو كان أو كافرة، أو إلا مت كافرة يحرم التفريق. لماذا؟ هنا أيضا يأتي نفس للتي اعتبار هناك حق الولد. كافرة أو مجنونة أو عابقة على الأوجه، هكذا ذكر في التحفة. نعم، إن عيسى عن عودها أو إفاقتها يحتمل حل التفريق. نعم، هذا ولد فرع لم يميز. ولو من زنا المملوكين لواحد، فرع لم يميز. فإذا لو كان الفرع مميزا فلا يحرم التفريق بينهما بل يجوز التفريق. ثم متى يحرم التفريق؟ لو كان مملوكين لواحد. فإذا لو كان مملوكين لاثنين
فلا يحرم بل لكل عهد التصرف في ماله. وكيف يكون هذا؟ يعني الملك لاثنين، رجل هو أوصى بالأمة لرجل وبولدها لرجل آخر ثم مات هذا الرجل، فإذا الأمة ملك لواحد وولدها ملك لآخر. فإذا هنا إذا يأتي هذا يعني الضرر، ضرر الولد بالتفريق، لكن هنا تعارض المالك له حق التصرف في ملكه وهذا التصرف جواز التصرف وكذلك ضرر الولد، تعارض عندئذ قدم جواز تصرف المالك في ملكه، لذلك يجوز. ثم بنحو بيع، هذا تفريق بنحو بيع ليس بالبيع فقط. ثم بنحو بيع، ما هو النحو؟ كهبة وقسمة هكذا، وهدية لغير من يعتق عليه. إذن هذا البيع أو يعني الهبة أو الهدية وهكذا، كل هذا أو قرض إذن لو كان لمن يعتق عليه فلا يحرمه. لماذا؟ هذا مثلا هذه اللمة باعها لمن تعتق عليه أو باع الولد لمن يعتق عليه فلا يحرم. لماذا؟ فهذه اللمة صارت حرة أو ولد صار حرا، فإذا يجوز يعني المصاحبة. لماذا؟ لو صار حرا فلا يبقى عليه حق المولى، صار مستقلا، لأجل ذلك لا يحرم. نعم. لخبره من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، لهذا الحديث صار حراما. هذا لفظ الحديث عام، من فرق بين الوالدة وولدها، لم يذكر هنا يعني الأمة الوالدة وولدها، بل هذا والدة عامة يعني حرة نومة، لكن كما ذكرت خصص هذا بالأمة وولدها نظرا إلى أن هذا بيع منهي، وسيأتي حكم الحرة وولدها ما هو حكم التفريق. نعم. وبطل العقد فيهما، هكذا حرم ربا وكذلك تفريق حرام بين أمة وفرع. يبطل العقد فيهما، البيع فيهما، فيهما أي الربا والتفريق بين الأمة والولد. ثم يبين مسألة التفريق بالسفر بين الأمة وولدها. وعلى الحق الغزالي رحمه الله في فتاواه وأقره غيره التفريق بالسفر بالتفريق بنحو البيع. فإذا رجل يعني ذهب بأمته ترك ولدها في البلد، هذا أيضا حرام، التفريق بينهما، الولد غير مميز، التفريق بينهما يعني بالسفر أيضا حرام. هذا التفريق مثل البيع. وطرده بالتفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة بخلاف المطلقة. يعني طرده، من طرد؟ الإمام الغزالي، جعله مطردا، طرده معناه جعله مطردا، أين هذا التحريم؟ جعل التحريم مطردا بالتفريق بين الزوجة وولدها، رجل يفرق بين زوجته وولدها وإن كانت حرة يحرم. فإذا زوجته إما يكون
إما تكون عمدا أو حرة أيا كان. فإذا صار هذا عاما بخلاف المطلقة. إذا الزوجة يعني زوجة غير مطلقة، فالتفريق بين الزوجة المطلقة وولدها ليس حراما. هذا هو مقتضى هذا القول، لكن يخالفه التحفة والنهاية. نعم، هذا الذي نقله الشارح عن الغزالي رحمه الله موافق لما نقله عنه شرح الروض، يعني وإن كانت حرة بخلاف المطلقة، لكن وفي التحفة والنهاية ما يخالفه عنه في الزوجة اللامتي. فإذا في النقل عن الإمام الغزالي رحمه الله هناك اضطراب، وهذا طرده في التفريق بين الزوج زوجة وولدها وإن كانت حرة. هذا ما نقله الشارح عن الإمام الغزالي، كذلك نقله في شرح الروضة أيضا، لكن نقل في التحفة والنهاية عن الإمام الغزالي في الزوجة اللامتي، يعني في الزوجة اللامتي هذا لا يحرم، يعني التفريق بالسفر، ليس التفريق بالسفر في الزوجة الأمت وولدها مثل التفريق بين الأمت وولدها بالبيع، بل بينهما فرق، يعني بالسفر جائز أما بالبيع ليس بجائز. في الحرة هكذا يعني حرام بالسفر، ثم في المطلقة أيضا خلاف. بخلاف المطلقة ذكر في التحفة لإمكان صحبتها له، كذا أطلقه الغزالي وأقره. لماذا استثنى المطلقة؟ لإمكان صحبتها، المطلقة يجوز له صحبتها لهذا الولد. لماذا؟ لأنها حينما كانت مطلقة تخلصت من خدمة زوجها كما ذكرنا فيما معنا، هي ليست مكلفة بخدمة زوجها، لذلك يمكن لها المصاحبة والصحبة. هكذا يعني توجيه هذا القول، لكن والذي يتجه أخذا من كلامهم في الحضانة أن التفريق بالسفر أو غيره في المطلقة وغيرها متى أزال حق حضانة ثبتت لها حرما، وإلا كالسفر لنقلة فلا. فإذا هنا حسب الراجح ليس فرق بين المطلقة وغيرها، فكذلك ليس فرق بين كون التفريق بالسفر أو غيره، أي تفريق كان حرام بين الأم وولده، أي تفريق كان ولده غير المميز. هكذا ذكر في التحفة، والذي يتجه أخذا من كلامهم في الحضانة، يعني في باب البيع هكذا قال، لكن في باب الحضانة سيأتي في كتابنا أيضا أن التفريق بأي شيء بالسفر أو غيره، ليس بالسفر فقط أو غيره، بالمطلقة وغيرها متى أزال حق حضانة ثبتت لها. فهذا التفريق لو كان يؤدي إلى إزالة حق حضانة ثابتة للأم حرما، وإلا لا يحرم. نعم، هذا هو الراجع في المسألة. نعم، والأب ثم ذكر مسألة يعني بين الأمت وولدها، والتفريق بين الأب وولده أو الجدة وفرعها. هناك أيضا هذا الحكم لو عدمت الأم، هذا الذي يقول بعده والأب وإن على، إن على يعني جد أو جد جده، هكذا من أي جانب. مع الجد من جهة الأم فيه خلاف،
بعضهم قال الجد للأم مثل الجد للأب وبعضهم فرقنا وإن الأب والجدة والأب والجدة وإن علت ولو من الأب هذا أيضا لأجل الخلاف الجدة من جانب الأب هل فيها هذا الحكم أولى نعم كالأم إذا عدمت ما معناه يعني يحرم التفريق بين الأب وولده بين رجل وولده بأي طريق بسفر أو غيره أو بيع هكذا أو هبة لو كان الأب رقيقا كالأم إذا عدمت نعم أما بعد التمييز يعني قيد المصنف الفرع بقوله لم يميز فإذا لو ميز الولد أما بعد التمييز فلا يحرم لا يحرم هذا التفريق لماذا؟ لاستغناء المميز المميز له استغناء أن أي شيء عن الحضانة الحضانة يعني التربية في الصغر هو يستقل بأموره لا حاجة في أداء أموره في صغره إلى خدمة أمه بذلك كالتفريق بوصية وعتق ورهن يعني لما ذكر ذكر المصنف التفريق بنحو بيع نحو البيع يعني هبة أو هدية أو قسمة هكذا فإذا وبقوله بنحو خرج هذه التفريقات كالتفريق معناه كما لا يحرم التفريق بأي شيء بوصية وعتق ورهن فإذا رجل عتق أمة ولم يعتق ولدها أو جعل الأمة رهنا والولد لم يجعله رهنا هكذا هو باق عنده هذا تفريق لا بأس كذلك في الوصية جعل أوصى بالأم أو بالأمة لواحد وأوصى بولدها لواحد آخر هذا تفريق ليس بحرام ويجوز تفريق ولد البهيمة لا يحرم لكن سيأتي أنه يكره يعني تفريق الآدمي المميز بعد البلوغ بعد التمييز يكون مكروها كما سيأتينا ثم ويجوز تفريق ولد البهيمة إن استغنى عن أمه بلبن أو غيره يجوز تفريق ولد البهيمة متى إن استغنى عن أمه بلبن أو غيره يستغني عن أمه يعني وهو يحتاج إلى لبن لكن وهو لا يحتاج إلى لبن أمه لأنه يجد لبنا آخر أو استغنى عن لبن بشيء آخر هكذا بدأ يأكل عنده غنى بهذا لا يحتاج إلى لبن عندئذ يجوز وإلا لا يجوز هذا محترز قوله مفهوم قوله يعني بلد البهيمة لو لم يستغني عن أمه بلبن أو غيره يحرم التفريق فإذا هنا يعتبر الاستغناء بلبن أو غيره كما يعتبر في الولد أو في الفرع الآدمي يعني التمييز هناك الفارق التمييز أما في ولد البهيمة هذا الاستغناء لكن يكره هذا التفريق بعد الاستغناء أيضا يكره في الرضيع في الرضيع يعني قبل فطم الرضاعة بعد الاستغناء هو يستغني لكن يشرب اللبن لبن غير أمه أو يعني هو يستغنى بشيء آخر من الطعام لكن في سن الرضيع عندئذ يكره كتفريق الآدمي المميز قبل البلوغ عن الأم الولد المميز الآدمي تفريقه عن أمه أيضا مكروه إذا قبل التمييز حرام بعد التمييز مكروه عن الأم ماذا حكمه بعد بعد البلوغ
هل يكره أو لا يكره؟ الذي يعلم من المحل والتحفة وفتح الجواد والنهاية والبجيرم أن التفريق يكره ولو بعد البلوغ. نعم، عبارة التحفة ويكره ولو بعد البلوغ خروجا من خلاف أحمد رحمه الله، ولعل فيما بعده خلاف. فإذا ليس هذا مقيد بالبلوغ، بل بعد البلوغ أيضا التفريق بين الأم وولده ولدها مكروه، نعم مطلقا. ثم فإن لم يستغني عن اللبن، يعني لبن الأم حرمه، هذا في حق ولد البهيمة، نعم. وبطله، يعني التصرف يكون باطلا، حرام أو باطل أيضا. فإذا رجل ماذا فعل؟ وهو يعني باع الأم فقط من البهيمة ولم يبيع معها ولدها، ولد البهيمة، أو باع الولد فقط بدون أم هذا الولد من البهيمة، فهذا البيع باطل، نعم. بيع أو تصرف آخر أيا كان، هبة صدقة هكذا، كل تصرف يفرق بين ولد البهيمة وأمها قبل يعني الاستغناء حرام وباطل. ثم إلا إن كان لغرض الذبح، إذن لو كان هذا التفريق لأجل الذبح فلا يحرم، فيحل قطعا كبيعه لغرض الذبح. لكن بحث السبكي رحمه الله حرمة ذبح أمه مع بقائه، حرمة ذبح أمه مع بقائه، يعني مع بقاء الولد. فإذن هناك يأتي في الذبح ثلاث صور، إما بيع الأم لأجل الذبح، أو يعني بيع الولد لأجل ذبحه، أو يعني ذبحهما. من هذه الصور هذا حرام، ذبح الأم مع بقاء الولد حرام، هكذا الإمام السبكي رحمه الله بحثه، نعم. ثم وحرم أيضا بيع نهوي عنب ممن علم أو ظن أنه يتخذه مسكرا للشرب، هذا بيع منهي آخر، نعم. بيع منهي آخر، ماذا حرم أيضا بيع نهوي عنب، عنب أو شيئا آخر، تفاحة أو موز أيا كان، يتخذ منه مسكر، هذا هو. لمن، يعني بيعه لمن، يعني علم البائع يعلم أو يظن، ماذا يعلم؟ أنه، يعني أن المشتري يتخذه، أنه ضمير يرجع إلى من قوله ممن، وهو يتخذه يجعله مسكرا، مسكرا لأي حاجة، للشرب، لحاجة الشرب. فإذا لو كان يتخذه مسكرا لحاجة أخرى فلا يحرم، مسكر يعني حلال في بعض الأحيان، ممكن هذا يستعمل في الدواء، يجوز العلاج بالمسكر لو لم يكن خالصا، نعم، ينبغي أن يضاف إليه دواء آخر، هكذا. فإذن لأجل ذلك هو اتخذه مسكرا، فلا يحرمنا، هذا مثال، هكذا هناك حالات. أو هو عنب بعد ذلك عسره وجعله خمرا، ثم هو لا يريد أن يشرب الخمر، بل ويريد أن يجعله خلا، فلا يحرم، أولا يتخذه مسكرا ثم اتخذه خلا. ثم والأمردي كذلك بيع الأمردي حرام لمن ممن عرف بالفجورية، هذا رجل معروف بالفجورية، بيع الأمردي له أيضا حرام. ثم والديكي، حرم بيع الديك لأي شيء؟ للمهارشة، مهارشة أو
محارشت بالحاء يلا معناه محارشت بالكتاب نسخة هكذا محارشت بالحاء معناه محارشت وهو يعني هذا المسابقة بأي شيء بالنقر بفمه ينقر يطعن مع ديك آخر هكذا يعني ديكان يتهارشان بينهما حتى يقتل أحدهما الآخر ولأجل ذلك بيع الديك حرام والكبشي للمناطحة بين الكبشي يكون المناطحة يعني الطعن بالنطحن مناطحة بالقرن يعني الطعن بالقرن هذا هو المناطحة فإذا أحدهما يناطح الآخر يطعن بقرنه حتى يقتل الآخر يجري هناك مسابقة بينهما لأجل هذا الغرض بيع الديك أو الكبش حراما لماذا؟ لأن هذا الفعل حرام فإذا يكون هذا مساعدة على معصية الأول أيضا هكذا يعني بيع الأمرض ممن عرف بالفجورية وهو يفجر بالأمرض فإذا هذا يكون عونا على معصية كما أن بيع العنب لمن يتخذه مسكرا كذلك هنا أيضا والحرير بيع الحرير لرجل يلبسه رجل يشتري الحرير لماذا؟ ليلبسه ليس ليلباسه زوجته أو امرأة ثم هو يلبس بلا ضرورة ممكن لحاجة القتال أو بسبب المرض يجوز إذن هذا يحرم على وجه التحريم وبيع الحرير له حرام وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطيب الصنم رجل يشتري مسكا رجل كافر يشتري مسكا مسكا يعني مثال يشتري طيبا لماذا يشتري لتطيب الصنم فهذا أيضا حرام ممكن هذا رجل كافر يشتري الدهن لاستعماله في مراسم عبادته لصنمه هكذا وهذا حرام كذلك عندهم بعض الثياب الخاصة لمثل هذه الأمور إذن كل هذا حرام يكون هذا مساعدة على معصية والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح هذا أيضا حرام بيع الحيوان حرام لمن لكافر ويبيع كبشا أو بقرا أو يعني دجاجا علمه هذا البائع يعلم أنه أن الكافر المشتري يأكله بلا ذبح لأن الأصح كل هذا حرام لماذا؟ لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه نعم وهذا علة لتحريم بيع الحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح فإذا هناك شبهة لماذا يكون حراما وهو كافر يأكل مذبوحا أو غير مذبوح أيا كان لأجل ذلك إزالة لهذه الشبهة قال كافر مكلف بفروع الشريعة إذن حينما كان مكلفا بفروع الشريعة عقله أكل الكافر حيوانا بلا ذبح حرام معصية فبيع حيوان له مساعدة على معصية هذا لا يجوز بفروع الشريعة كالمسلمين هذا خلاف في الأصول أصول الفقه هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا الراجح عندنا نعم هم مخاطبون فإذا في حقهم يأتي إشكال يعني هذا لا يصح منهم العبادات يعني كافر لا يصح منه العبادة لماذا؟ العبادة مشروطة بالإسلام
فإذن معنى قولي الأئمة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة معناه بعد إسلامهم. فإذن أولا يسلمون ثم يصلون يصومون هكذا. إذن ما معنى قولهم مخاطبون؟ يعني يعاقبون في الآخرة على ترك الإسلام أولا ثم على ترك الفروعات. يعاقبون في الآخرة ليس على ترك الإسلام فقط بل على ترك الصلاة والصوم والزكاة لترك هذه الفروع أيضا يعاقبون في الآخرة. نعم. فإذا هنا في حقه هذا معصية والعون والإعانة على المعصية حرام من هذا الطريق صار حرام. هذا الذي يقول فلا يجوز الإعانة عليهما. عليهما يعني على أكل الحيوان بلا ذبح وكذلك على تطيب الصنم. نعم. ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا. ذكر هنا مسألة البيع. البيع حرام ليس بيعا فقط بل ونحو ذلك. رأيت هنا على قوله بيع نحو المسك لكافر يشتري وكذا بيع نحو المسك. هذا ونحو عطفنا على قوله بيع نحو مسكين يكون معناه وكذا يحرم نحو ذلك. نحو ذلك يعني نحو ذلك البيع. بيان للنحو ذكر من كل تصرف ليس بيع فقط. هذا تصرف يفضي يؤدي إلى معصية يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا. نعم. كل تصرف ذكر هنا مثالا ومنه إطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا بناء على الراجح أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة. نعم. فإذن إطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان إعطاء الطعام أو بيع الطعام من كل تصرف يفضي إلى معصية. ذكرنا مثال وكذلك ذكر في الحاشية أمثلة مثلا كبيع الدابة لمن يكلفها فوق طاقتها وكذلك مثال آخر ولا متى على من يتخذها لغناء محرم أو يعني لإجارتها لفجور هكذا والخشب على من يتخذه آلة لهو. بيع الخشب لمن من يتخذه آلة لهو وكذلك يعني أمثلة كل هذا حرام. ثم بعده ومع ذلك يصح البيع. نعم. في هذه المسألة يعني يصح البيع بيع نحو عنب أو يعني الديك والكبشي وكذلك بيع نحو المسكي والحيوان كل هذا بيع ليس بباطل بل هذا بيع صحيح بخلاف البيعين الماضيين في التفريق بين اللمت وفرعها و الربا بيع الربوي كلاهما باطلان أما هذا صحيح. ويكره بيع ما ذكر ممن توخمه من توخم منه ذلك. وذكرنا هنا أنه يعلم أنه يفعل كذا وكذا أو يظن. فإذا ليس يعلم ولا يظن بل يتوخم عندئذ يتوخم أو يشك. لو كان وهم عند الوهم مكروها فعند الشك أولى بالكراهة. نعم. هكذا يكره. وبيع السلاح لنحو بغاة وقطاع طريق
ومعاملة من بيده حرام حلال وحرام كل هذا مكروه وبيع السلاح لنحو بغاة البغي والبغاة يعني الذين خرجوا على الإمام كذلك قطاع الطريق الذين يقطعون الطريق يعني يسرقون يغصبون الأموال أموال المارين في الطريق كذلك معاملة من بيده حلال وحرام يكره وإن غلب الحرام الحلال وإن غلب الحرام الحلال يعني حلال غالب وما ذلك يكره نعم فإلا يكره ثم نعم إن علم تحريم ما عقد به حرم وبطلا هذا في المسألة الأخيرة يعني في معاملة من بيده حلال وحرام وهو يعلم تحريم ما عقد به يعني وقع عليه العقد وهذا مال حرام خالص هكذا يعلم عندئذ يحرم ويبطل أيضا ثم مسألة أخرى وحرمه عندي في التشكيل الفاعل هو الحرام وإن غلب الحرام الحلال أنا هذا يمكن قراءتهما لكن الأولى هذا غلب الحرام الحلال فإذا الحلال غالب عندئذ يكره على العكس فإذا لو قرأنا هذا يكون العكس بطريق الأولى ثم وحرم احتكار قوت هذا أمر آخر هو حرام احتكار ما المراد بالاحتكار مصنف يبين هو نفسه يمساك ما اشتراه في وقت الغلاء على الرخص هكذا سيبين هذا احتكار حرام احتكار قوت وبهذا خرج غير القوت ثم هذا قوت من قوت الآدمي فقط أو قوت البهائم أيضا ذكر في فتح الجواد ولو قوت البهائم احتكار قوت البهائم أيضا حرام البهيمة يعني هنا بمعنى نعم من حتى يعني يشمل أنواع الطيور الداجنة دجاج بط وهكذا ثم احتكار قوته أيضا كتمر وزبيب وكل مجزئ في الفطرة كلها يعني كتمر هذا كاحتكار تمر كاحتكار زبيب احتكار كل مجزئ في الفطرة هذا ثم بعده بين يعني ما المراد بالاحتكار وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء فإذن باعتبار العرف هذا وقت الغلاء وقت غلاء الأسماء في هذا الوقت هو اشترى شيئا ثم أمسك فإذن هناك شرطان أولا يجب إمساك ثم ينبغي أن يكون شراؤه في وقت الغلاء فإذن لو اشترى في وقت الرخص ثم أمسك لا يكون احتكارا هذا الذي قال على الرخص لماذا يمسك وهنا أيضا مقصود ليبيعه بأكثر عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه نعم لماذا يمسك ليبيعه كيف يبيع بأكثر يعني بأكثر من ثمنه الآن هو اشترى ثم بعد ذلك عند اشتداد الحاجة الناس يصرفون ثمنا أكثر ثمنا أكثر أكثر ثم يشترون ما يحتاجون عندئذ هو يبيع فإذا هذه شروط معتبرة لكون الاحتكار حراما هذا هو الاحتكار الحرام أولا يجب إمساك ثم شراؤه وقت الغلاء ثم إمساك لماذا ليبيعه بأكثر من ثمنه عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه
حاجة أهل المحل ليس بقيد بل غيرهم أيضا، وإن لم يشتره بقصد ذلك لا، فإذا هو عند الاشتراء لم يقصد هذا بل عند الإمساك قصد هذا يكون حراما. فإذا إمساك لماذا؟ ليبيعه، لذلك قال وإن لم يشتره بقصد ذلك، يعني بقصد البيع بأكثر من ثمنه، بل ممكن هو يشترى لحاجة نفسه ثم ظهر له أنه يزيد الثمن مرة أخرى أو يوجد فقر لهذا هذا الشيء في السوق، لذلك هو يجد ثمنا أكثر لو أمسكه هكذا أمسك، هذا أيضا احتكار. ثم لا ليمسكه لنفسه أو عياله أو ليبيعه بثمن مثله، وهذا كله ليس احتكارا. إذن لا ليمسكه، فإذا إمساك ما اشتراه لا ليمسكه لنفسه، يعني هو يحتاج إلى هذا الشيء في المستقبل لذلك أمسك، هذا لا يكون احتكارا. أو عياله، أو هو أمسك للبيع عند اشتداد حاجة أهل محله، لكن كيف يبيع بثمن مثله فقط، يعني هو لا يطلب ولا يزيد الثمن بل يبيع بثمن مثله، فهذا أيضا ليس احتكارا حراما. ولا إمساك غلة أرضه، كذلك لا إمساك غلة أرضه، لو أمسك غلة أرضه لا يكون حراما. فإذا هو يعني عنده زرع أرز أو سمسم أو نخل، ثم بعد ذلك هو يعني قطع هذه الثمار أو هذه الحبوب ثم أمسك عنده، هذا لا يكون احتكارا، بل أو هو ما اشترى وقت الغلاء يمسكه لحاجة لقصد بيعه عند اشتداد حاجة الناس إليه بأكثر من ثمن مثله، فهذا هو الاحتكار المحرم. نعم. وألحق الغزالي رحمه الله بالقوت كلما يعين عليه كاللحم. نعم. ذكرنا يعني الاحتكار المحرم قوت الآدمي أو قوت البهائم، ليس قوتا فقط بل ما يعين على القوت أيضا احتكاره حرام. ماذا يعين عليه؟ من كل ما يتدم به يجعله إداما هكذا، أو يعني يجعله من إصلاحات الطعام من ملح أو غيره هكذا، كل هذا حرام. كاللحم كذلك الفواكه أيضا. ثم وصرح القاضي رحمه الله بالكراهة في الصوب، فإذا احتكار لو لم يكن في الطعام بل في الصوب وأمثاله هذا مكروه. هذا متى يكون كراهة؟ ما لم تدع إلى ذلك ضرورة وإلا فحرما، هكذا ذكر يعني عليش برام اللسي، ذكر هنا الثوب كالثوب سائر الآلات ومثل الثوب سائر الأمتعة، فإذا في جميع الأمتعة يكره الاحتكار ما لم تدع الضرورة، لو دعت الضرورة يعني كانت ضرورة الناس إلى هذا الشيء ثوب أو غيره من الأدوات والأمتعة يحرم. ثم هذا الإمساك يجوز للرجل إمساك هذا القوت لنفسه، لكن لمدة كم سنة أو كم شهر؟ ذكر في العباب والأولى بيع ما فوق كفاية سنة له ولعياله، فإذا هو يحفظ عنده كفاية سنة له ولعياله وأكثر منه يبيع. أولى هكذا ذكر. فإن خاف جائحة في زرع السنة الثانية فله إمساك كفايتها، فإذا هو يخاف عافة في زرع السنة الثانية، فإذا يجوز له
إمساك كفاية السنة الثانية أيضا. نعم. إن اشتدت ضرورة الناس إلى ما عنده لزمه بيعه. عند اشتداد، وهذا الذي ذكر أولى بيع ما فوق كفاية سنة كذا كذا، لولا اشتدت ضرورة الناس إلى ما عنده. لو اشتدت ضرورة الناس إلى ما عنده لزمه بيعه، يعني لا يجوز إمساكه. وهذا في أي قدر يلزم البيع؟ أي ما فاضل عن قوته وقوت عياله سنة. فإذا ما فوق كفاية سنة يجب بيعه، حتى لو اشتدت ضرورة الناس إليه. فإن أبى أجبر، يعني لو لم يبيع قاضي الحاكم أيجبر عليه. وكذلك إمساك يكون حراما عند احتياج الناس مع استغنائه عنه. هذا رجل يستغني عنه، أو مع ذلك اشتدت حاجة الناس، عندئذ يحرم هذا الإمساك. ثم بعده مسألة أخرى، وصوم على صوم، هذا حرام. صوم على صوم، ما المراد بالصوم؟ سيبين مصنف، يبين. صوم على صوم معناه صوم على صوم غيره، رجل صام شيئا لاشترائه ثم تقرر الثمن وبعد ذلك جاء آخر يصومه، هذا حرام. غير هنا عام، غير ليس مسلما فقط بل ذمي معاهد مستأمن كله، بعد تقرر ثمن بالتراضي به. متى يكون صوم على صوم حرام؟ بعد تقرر ثمن، يعني رجلان تحدثا وتساوما ثم تقرر عندهما ثمن هذا الشيء. كيف هذا التقرر بالتراضي به؟ تراضيا بهذا الثمن. في التحفة ذكر بأن يصرح بالتوافق على شيء معين، هكذا ذكر، يعني التقرر، صور تقرر الثمن بقوله بأن يصرح بالتوافق على شيء معين. فإذا بعد التصريح بهذا الثمن بالتراضي بالثمن يكون حراما. لو لم يصرح بل في يعني ذهنهما، هذا رجل يرتلي به لكن لم يصرح، لا يحرم. نعم، بعد التصريح بالتراضي يحرم فقط. وإن فحش نقص الثمن، يعني القيمة، ممكن، وهذا الثمن الذي تقرر يكون ناقصا جدا عن أي شيء، عن قيمة مثله، عندئذ أيضا صوم حرام. نعم. لماذا حرام؟ للنهي عنه، وهو منهي. ثم يبين ما هو المراد بالصوم، وهو أن يزيد على آخر في ثمن ما يريد شراءه، أو يخرج له أرخص منه، أو يرغب المالك في استرداده ليشتريه بأغلى، هكذا، يعني صور كثيرة داخلة تحت صوم على صوم. أن يزيد على آخر في ثمن ما، يعني في ثمن شيء يريد، من يريد هذا الآخر يريد شراءه. فإذا هذا الرجل مع البائع اتفق أن يشتري بألف روبية، فإذا وهذا الرجل زاد فيه وقال أنا أشتري بألف و يعني 100 أو 50، هكذا يزيد شيئا، أو يخرج له أرخص منه، وهذا الرجل لا يزيد في ثمنه، لو زاد في ثمنه فالفائدة لمن؟ للبائع، بل وهو يخرج له لمن؟ لرجل يريد شراءه. ماذا يريد؟ ماذا يخرج له؟ أرخص منه شيئا ثمنه رخيص. فإذا يكون فيه الفائدة للمشتري، يعني هو اتفق مع آخر أن يشتري متاعه بألف، فإذا جاء رجل آخر وأعطى حصل له
نفس هذا المتاع بتسليمها فإذا فائدة للمشتري أو يرغب المالك في استرداده ليشتريه بأغلى. نعم أو يرغب المالك في استرداد هذا الشيء ممن يسترده من هذا الرجل الذي توافق معه وقرر ثمنا ليشتريه بأغلى. هذا مثل هذا الترغيب يعني النقد أيضا وكل ما يحمل على الاسترداد مثله كنقد كنقد آخر كما هو ظاهر ابن قاسم على منهجنا. ثم وتحريمه بعد البيع وقبل لزومه لبقاء الخيار أشد. هذا قبل البيع ذكرنا يعني صوم لا صوم بعد تقرر ثمن يعني لم يتم البيع بل تقرر الثمن فقط فإذا هنا حرام. فإذا بعد البيع هذا بعد البيع يكون تحريمه أشد وتحريمه يعني تحريم الصوم على صوم بعد البيع وقبل لزومه ليس بعد لزومه بل قبل لزومه. لماذا يكون يعني قبل اللزوم لبقاء الخيار؟ الخيار يبقى كلما يبقى الخيار لا يلزم البيع لا يثبت البيع عندئذ أشد والتحريم. ثم كذلك حرام آخر ونجش النجش أيضا حرام. ما هو النجش؟ النجش يعني الخيانة الخديعة. هذا سيعرف المصنف ماذا ما هو المراد بالنجش. للنهي عنه وللإيذاء النجش يوجد وهو منهي ومع ذلك يوجد فيه إيذاء. ما المراد بالنجش؟ وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبته. هذا نوع من الصوم ويزيد في الثمن لكن في الصوم لماذا يزيد في الصوم في الثمن؟ رغبة لشرائه. أما هنا هو يذكر ثمن لا رغبة لهذا لبيع هذا لشراء هذا الشيء بل ليخدع غيره هكذا لا يرغب في شرائه بل وهو يريد أن يخدع غيره فإذا هو يزيد عندئذ الذي يرغب في هذا الشيء وهو يذكر ثمنا أكثر مما ذكره فإذا هكذا هو يوقع في الخديعة. وإن كانت الزيادة في مال محجور عليه فإن كانت هذه الزيادة في مال محجور عليه يعني صبي سفيه هكذا وهذا أيضا حرام. ولو عند نقص القيمة على الأوجه لماذا نجش؟ لأن هذه القيمة التي ذكرها هذا المشتري وهو أقل من قيمة المثل عندئذ نجش. هل يحرم؟ نعم يحرم. ولا خيار للمشتري إن غبن فيه. ممكن هكذا بسبب النجش المشتري غبن وقع في خديعة وغبن هل يكون له خيار؟ لا يكون له خيار. وإن واطأ البائع الناجش ممكن هذا البائع كان موافقا للناجش فإذا كأن البائع خدعه وغبنه هل يثبت خيار؟ لا يثبت خيار. لماذا لا يثبت خيار؟ لتفريط المشتري حيث لم يتأمل ويسأل. هذا تقصير من المشتري. لتفريط المشتري يعني هو فرط لأجل ذلك حيث لم يتأمل ويسأل. ينبغي عليه أن يتأمل ويسأل لأهل الخبرة كم ثمنه كذا 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 ثم بعد ذلك كان ينبغي أن يشتري لكن بدون ذلك اشترى فإذا
من جانبه تفريط تقصير، لذلك لا خيار له. ثم ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجشي، نجشي لا يكون من البائع بل من رجل ثالث غير البائع، نجشي لا يكون البائع بل غيره. فإذن مثل النجشي فعل يكون من البائع ما هو، وهو يصف سلعته بصفة كاذبة بوصف كاذب، وهو يمدحه هذا جيد جودته كذا كذا صلاحيته كذا كذا هكذا يمدحه بوصف كاذب، هذا مثل النجشي يعني حرام. فإذا لو كان بوصف صادق هل يكون حراما؟ لا يكون حراما. هنا قال بالكذب، مدح السلعة بالكذب حرام. قضيته أنه لو كان صادقا بالوصف لائق لم يكن مثله وهو ظاهر، هكذا نقل الشرواني أن الإشبرام يسنى كالنجسي. وشرط التحريم في الكل علم النهي حتى في النجشي. نعم، ينبغي أن يكون هذا الرجل عالما بالنهي، فإذا يحرم. عالما بالنهي يعني الجهل هو عذر في عدم الحرمة. نعم، لكن أي جهل هذا؟ هذا الجهل الذي يكون عذرا عادة، يعني جهل بسبب قرب عهده بالإسلام أو بسبب نشأته بعيدة عن العلماء، هذا العذر فقط. أما غيره لا يكون عذرا حتى في النجشي. ويصح البيع مع التحريم في هذه المواضيع، فيما ذكر بعد الاحتكار في كل هذا يصح البيع لكن حرام.